وصل مئات الجنود السودانيين إلى مدينة عدن جنوبي اليمن للمشاركة في عمليات التحالف العربي ضد الحوثيين وقوات صالح. وأفاد مراسلنا بأن نحو 400 عنصر من القوات السودانية مدعومة بآليات عسكرية وصلوا إلى قاعدة العند الجوية استعدادا للتوجه إلى تعز للمشاركة إلى جانب المقاومة الشعبية في المعارك الدائرة لاستعادة المدينة. وتعد هذه الدفعة الثالثة من نوعها من الجنود السودانيين الذين يصلون إلى اليمن بعد وصول الدفعة الأولى الشهر الماضي.